ايه ده يا جدعان؟ ايه الضلمه دي؟ انا نزلت في شراب اسود ولا ايه؟ ايه الكوكب العجيب ده يا رب؟ انا في زحل؟ لا زحل مش ضلمه كده، يبقى انا في عطارد. لا عطارد اتباع، احمد بهجت اشتراها من زمان. امال ايه ده؟ تراب؟ يبقى انا نزلت الارض. اللهم اكفني شر الارض وسكان الارض يا رب. يا رب اكفني شر الزحمه والنشالين والنبي يا رب. يا رب اكفني شر الدجالين، اهم ناس الدجالين اللي قرفنا في عيشتنا. اي حد يروح له يقول له عندي مشكله يا سيدنا الشيخ، يقول له تحت امرك يا باشا، نحضر عفريت ويمرمطوا اللي جابونا احنا بقى. ما يعرفش اذا كان العفريت ده نايم قاعد مع مراته، رجله مكسوره، تعبان. لا انزل نروح نازلين على طول، ويا ريت بننزل على حاجات ليها قيمه، كلها مشاكل تافهه وعبيطه وكلها من الحريم ما شاء الله كلها. واحده تروح تقول له يا عم الشيخ قول للعفريت بتاعك خطيبي مش طايقاه، شايفاه قرد قدامي، هو شكله ام وحش اصلا قرد. وكل اصحابك قالوا لك ده معفي خدتيه ليه؟ واحنا مالنا؟ واحده تقول له يا مولانا قول للعفريت بتاعك شقتي بيحصل فيها حاجات غريبه، البياض بيقع لوحده، وانا نقاشه وليا نازل لك بياض ايه؟ وواحدة تقول لي يا عم الشيخ كل يوم اصحى الصبح الاقي وشي مبلول مش عارفه من ايه، اروح اقعد جنبها اشوف ايه اللي بيبل وشها، اتاري جوزها طول الليل يتفرج على الدش يقول يا سلام هي دي النسوان مش انت تفوع عليها. يا اهل المكان يابا رميتوني فين يا ناس؟ انا حضر ابويا روحني يابا هو يابا هو هنا هو هنا هو. عايزيه 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 والنبي سامحه اروحه؟ لا او ما تبقاش رخموه. قلت لك لا او. طب ورحمه عمته اختكو؟ لا او. ربنا ياخد سته وجده من بقك لباب السموه. يا اهل المكان من انس اوجان خدوا الامان. يا ستار ايه اللي طلع من الكاميرا ده؟ يكونش فيلم قديم محروق. يا جدعان مفيش حد هنا. يا نهار اسود هم لسه بيعبدوا الاصنام لحد النهارده؟ ايه ده؟ لا دي نسوان. الله نسوان الارض. ايه ده؟ ما نسوان الارض نشفت ليه كده؟ قال يقول لك الارض مليانه مزز، مزز ايه ووكسه ايه؟ يا حول الله يا رب دي نسوان الارض نشفت يا اختي. يا خرابي على في مصر. حياة أبوك؟ أو ربنا. اللهم لك الحمد، نزلت بلد الأمن والأمان، ما تتصورش يا وكيل، كلنا العفاريت فوق بنحلم ننزل مصر، دي أملة أملة. ليا تلاتة قرايبي نزلوا الصومال طالع عين اللي خلفوه. لا أكل ولا شرب مرمطة. وبيجيبوهم في الأخبار عريانين بلبوصة يا عين. والله وابن عمتي راح السودان بقاله سنة دماغه محشورة في الخرطوم، مش عارفين يجيبه. تاه في الخرطوم. طب حد ينفخ من الناحيه الثانيه؟ واحد غبي نفخ جامد اتنطر على الحبشه راح الواد. والنبي انا في مصر. والله مصر يا سيدي وربنا. فين الاهرامات؟ الاهرامات اهي. فين النيل؟ اهو النيل. تعال تعال انا هجيب لك كلمه نروح اوريك النيل. اوعدك طالما في مصر
كل طلباتك هتتحقق الا طلبين ماليش فيهم يا عبد الله. ايه هم؟ لا الصحه ولا النسكافيه. اتفقنا؟ نسكافيه؟ الصحه دي مش بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. ايوه. والنسكافيه هتقرفني بقى، هتقعد تقول لي ادعكولي شويه، فين المج وانا مش اهواجي. انا ما بحبش النسكافيه. اوعى تهزقني. ما بحبش النسكافيه. انا ابن ناس فوق وانا ابن كلب تحت. اتفقنا؟ تعالى بقى اجيب لك ايه؟ اجيب لك فرنسا تلعب فيها شويه؟ انا ما بعرفش اتكلم فرنسي. تعالى اوديك الصومال. عاوز تطلعني بلبوصه في الاخبار؟ يا وكيل انا عايز اوريك قدراتي واطير بيك. انت ايه اللي دخلك الكاميرا؟ ابويا غضب عليا ورماني سنين وايام، وانت اللي طلعتني، عشان كده انا لازم ابقى خدامك. انت لطيف قوي يا. الله يفتح عليك. اسمك ايه؟ عفروت. عاشق لسامي يا عفروت. الله يخليك، وامي اسمها عفرت. عفرت؟ عفرت اه. عفرت؟ اه. ومدام عفرت، عفرت انك جاي عندنا؟ انت هتخف دمك على امي شكلك. لا والله وربنا. هتستظرف على امي شويه. لا والله. وابويا اسمه عفارت. عفارت عليك وعلى الخليفه. انا حبيتك، ابن عمتي اهو. مالك؟ ده عفريت قريبي ما تخافش. ده عفريت زي ما الكتالوج قال. طب سلم عليه، سلم هش عليه. هش. طب بوس بوس عمه. بوس يا بوس عمه. بوس عم العب في التهبل ده. خلاص انت نزلت فين؟ انا جنب كانوا في العجوزه. في العجوزه؟ لو قصت حاجه انت الف مبروك، هاجي لك العجوزه. مع السلامه. هو نزل فين؟ نزل في العجوزه، واحد قريبه هيشغله في نعمه. نعمه؟ ايوه جاي له عقد هناك. هو في العجوزه وانا في الزمالك. شغالين على وسط البلد اليومين دول. دي حركه يا وكيل. بقول لك ايه، ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ نعم. انا بقالي كتير محبوس في الكاميرا، ممكن تدعك لي ظهري؟ ممكن، بس ما تجيبش قريبك ده تاني. مفيش عفريت يمسك طول ما انا معاك. طيب بس انا جامد. طيب يلا تعالى ادعك لي ظهري كله والنبي يا عم. طيب وكيل. ها يلا حبيبي. يلا 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 بابا. اسمك عفروت؟ عفروت احمد عبد اللطيف. يلا حبيبي. عفروت احمد عبد اللطيف. ده الاسم الثلاثي؟ لا ده بتاعي لوحدي. يلا حبيبي. عفروت احمد. اه عبد يلا ظهري كله والنبي. يلا هات ظهرك يا احمد يا عبد اللطيف. طب ما ظهري اهو. لا ظهرك. ظهري اهو. لا ده دراعك. ده عندكم انتوا بتضحكوا عليكم يا عبط. يلا يلا. ده حتى من غير سلسله. احنا الدفعه الجديده نازله من غير سلاسل يا وكيل. 14 عفريت بيجربونا. بيجربوكوا؟ اه والنبي. طيب حاضر. يلا حبيبي. ايوه هو ده. ايوه ايوه الله. رقبتك. انت مجنون ولا ايه؟ ليه؟ طيب. مش انتوا ضهركم فوقيه الرقبه؟ زيكم بالظبط؟ يلا والنبي يلا يلا. وشي وشي لسه شارح لك. انا اول مره اشتغل في جسم ملخبط بالطريقه دي. اديني شرحت. انا عارف لك راس من رجلين. انا هفهمك والنبي، ضهري اللي في النص. اشتغل هنا؟ ايوه هنا. حاضر. ايوه اتك شويه. ايوه ايوه الله يفتح عليك، الواحد جسمه فك. الله. عارف. ايه يا ابو كيم؟ جريت ليه مالك؟ في عربية زلط قلبت هنا. عربية يا راجل تعال. بص بص سلم عليه بقى. غربتك الراجل مات. الراجل ايه يا وكيل؟ انت شفت عفريت قدامك؟ امال يعني شفت هيثم؟ معلش معلش اتكل على الله يا وكيل، احنا بنجمد قلبك عشان ياما ضيوفة تنزل. لا ما تجيبش حد تاني يا عفروت. خلاص انا اسف. تعال يلا امرني اعمل لك ايه. يلا قول اللي انتوا بتقولوها دي. ليه ايه؟ اول ما بتطلعوا البني ادم مش بتقولوا شبيك لبيك عبدك ما بيني؟ هو تنزل لك طرزان؟ ايه ده؟ شبيك ايه؟ شبيك لبيك اللي بتقولوها يا دين النبي. ده انت قديم قوي يا وكيل. ليه؟ دي اتلغت من زمان. لغيت الشبيك لبيك؟ دي كانت ستي بتحكيها لنا احنا عفاريت صغننه كده. والله اتلغت. لغيتوها؟ دلوقتي اما بننزل على بني ادم نقول له انجح اسود منظر اؤمر واتقنعر. ايه رايك؟ طب والله احلى من شبيك لبيك. صح صح. يلا واحده جعس. طب والنبي لقمه؟ اديني واحده جعس بس. لقمه جعان جعان والنبي. اي لقمه؟ جعان؟ اه والنبي. طب ما كانتش في القطر وانت جاي ليه؟ والنبي جعان. جعان؟ حاضر اشوف لك حاجه في الثلاجه. اوعى. لا استنى. هاي 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 هاي. كانت الثلاجه بالقعده بتاعتها. دايما عامر يا وكيل اكل زي ايه ده؟ ايه؟ ابعد شويه. في ايه؟ هبولك. طب الحمام قريب. لا مش دي هبولك. لا عشان ما تعملش ايه؟ بقول لك هبولك. ابعد ابعد يا با. صحة يا عفروت. الحمد لله الحمد لله. مين بينازع جواك ده؟ دي بطني انا. تعالى تعالى. ممكن كوباية شاي؟ أجيب لك كوباية شاي. أقول لحضرتك حاجة؟ أنتوا عندكم سخان هنا؟ 100 لتر. 100؟ يا فرج الله! إيه إيه استنى! إيه إيه إيه! 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 إيه إيه
حجمه مش قد معدته أبدا. شاكرين على الشاي يا عم وكيل زي الفل. يا ساتر يا رب. في ايه؟ هبولة. هتبولة انا عامل ايه؟ هبولة. الا يا هبولة. صحة يا عفروتة. انت بلع خلاط. خلاط ايه؟ ايه اللي بيقلب جوه ده؟ انا بلعت التلاجة والسخان. ايوه. ايه؟ عفروتو عمر. والناس بالتلاجة والسخان كلتهم يا حبيبي. اه. تجيب لي غيرهم اصل انا واولاد عمي شركة. طب انا عارضة ذمتك. شركة فيهم. في واحد يطلع له عفريت يقول له تلاجة وسخان، انت موظف. ايه ده؟ لا ما اقصدش. لا في ايه؟ تليفون؟ تليفون ايه؟ هو ده المحمول بتاعكو؟ اه. ده ماركه فوشيا. الو الو يا حاجه امك تطمن عليا. يعني جاي رحله؟ يعني انت عامله ايه؟ انا في مصر. اه اه التليفون ده بتاعك يا وكيل؟ ايوه. شكله حلو قوي. اه بقول لك ايه يا امي، اقفلي وانا هكلمك عشان الفواتير. ها اه اقفلي. الو. ها يا نهار اسود الشبكه زباله فوق. انتوا كمان؟ اه والله. ممكن اكلم من تليفونك؟ لا لا اطلب من ده. لا ده باص خلاص. ليه هو مره ويترمي؟ والنبي دقيقتين. ها ده ما يستحملش. هطمن على الحاج. الكارت بتاعه ما يستحملش. شاكر قوي. الو. ايه يا امي عامله ايه؟ اه نزلت قلت نايمه ما حبيتش اقلقك. خلص خلص. لو سمحت انت لسه هتقول لها نايمه وصاحيه؟ خلص خلي فيه ذوق. ها انت كرديه. ها يا حبيبتي اماري. يلا خلص. بقول لك خلي فيه ذوق، خلي فيه ذوق. ها عشان ما اقلبش عليك. ها ايوه حاجة. انا عاوز اروح ابولا. دي واحد. اماري كحلي. بقول لك ايه يا وكيل؟ نعم. عندكم محل بيبيع عبايات شيك كده؟ يامك عاوز تعمل شوبينج عندنا؟ وانت مالك يا امي والله امك؟ امك انت بس خلص. حاضر. ايوه حبيبتي حاضر. ايه؟ لا فلوس ايه؟ انا لسه ما اشتغلتش. والله ما معاك. طب خلاص هتصرف. هستلف من الكافيين اللي نزلت عنده، راجل طيب قوي. كافيين ايه؟ كافيين ايه يا اخويا؟ هو انا كنت بعت لك تأشيرة؟ ده انت نازل عليا زي القضل مستعجل. وخلص التليفون. بكلم امي. امي وده تليفون امي. امي انا عارف انت جاي منين ودقيقه لغايه عندكم كام يا وكيل. الو هيا حاجه. ايه ده جرس الباب اتصلح؟ طب افتح افتح. انت لسه هتستناها لما تفتح الباب؟ شوف مين داخل على امي الوليه بطولها يا وكيل. يعني حد هيأذيها؟ ما انت ممكن تاكل اي حد. الو انت فين يا بنت صايع بقالك اسبوع؟ مين دي؟ سهير اختي. اختك اسمها سهير؟ اه سهير. اقفل يا ست سهير. ايه ده؟ ايه الاحراج؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بتحرجني قدام عيلتي يا وكيل. ايه اخرة الخدمة اللي عملتها؟ ايه ايه هتبولع؟ لا حاجة تانية. ايه؟ ما انت نازل تبولع وطالع. والنبي يابا يرحمك الله يا عفروته. ايه وكيل تعالى مالك؟ انا بقول استنى بره لغاية ما تنضف خالص ونقعد مع بعض. يا راجل انت شكلياه. يلا عشان اسعدك بقى. لا التليفون الحمد لله. رد بسرعة يلا. الحمد لله لسه شغال. الو مين؟ عفروته مين؟ اديت نمرتي لحد؟ ايه؟ اديت نمرتي لحد؟ ايه؟ يا خلاص ترشت؟ اديت نمرتي لحد؟ لا تلاقي النمره طلعت لامي اديتها لحد من اصحابي. شوف مين. ما فيش. امك تتصرف من مزاجها ليه؟ انا اسف. شوف مين طيب؟ شوف مين. اشوف هي ايه؟ هي مساله شوف مين؟ معلش شوف. مساله ان التليفون اتعفرط كده. ما تخافش اصلحه لك. بس شوف مين. شوف مين. مين بيتكلم؟ مين؟ عذراء قوت. كيلو كيلو قول له بيتغدى. قول له كلمه بعد شويه. هو انا خلاص بقيت شغال عند اهلك؟ والواد ده والنبي انا واخد منه خلاط بالقسط وبقالي 3 شهور ما دفعتش. يا لهوي. واخد خلاط بالقسط ونازل تسعدني. حياتي الشخصيه حاجه وشغلي حاجه. والنبي يا وكيل. ها والنبي قول له ايه؟ قول له راح لحسن. قول له راح لحسن. حسن مين؟ قول له اي حاجه. والنبي يا اخ عزراوت ما تطلبش النمره دي تاني. مفيش حد من الاسم اللي عندنا. وادي التليفون.